نفحص الخلايا. ايه يعني بنستفيد يعني نسوي كومبليت تشينج من الهيموفلوبين من الهيموفلوبين يعني الهيموفلوبين يلا زي الكسر الشيء اللي ناخذه يعني بمعدل يعني كنت على السكر شهر بعدين من كثرة السكر شهر بعدين طبعا ما حاجة عادي هو بالبداية خلي بنسبة 1 إلى 100 إلى 200 هذا خلي إلى الميديا نسبة 1 إلى 100 أو 200 يعني 1 إلى 200 أو 1 إلى 100 نسبة الميديا إلى الوقت لا لا قصدي كتقديم مثلا هذا جيد نص سي سي صار مثلا أخلي 1 إلى 100 عدد الخلايا الموجودة